السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال دغوا دونتربريز دو سيمستر 3 سي لا بارتي نيميرو 9. اليوم إن شاء الله غندخلو شابتر جديد اللي هو لو فون دو كوميرس. دونك غنتكلمو على لو فون دو كوميرس، غيكون فيه مجموعة من لي بارتي إن شاء الله تعالى. دونك لو فون دو كوميرس باللغة العربية هو الأصل التجاري، اللي كيعتبر من أهم الحوايج المهمين في التجارة. الأصل التجاري هو الأصل التجاري. Donc, le fonds de commerce est né à la pratique. Donc, selon l'article 79 du Code de commerce, l'article 79 من مدونة التجارة، كيعرف لنا لو فون دو كوميرس كوم سوي: ان موبل انكوربوريل، سي ان موبل يعني شيء متنقل ماشي اي موبل، انكوربوريل غير الملموس. واخا هو لو فون دو كوميرس كيتكون من عناصر مادية كوربوريل، ولكن هو اون جينيرال لو فون دو كوميرس كيتعتبر ان بيان موبل انكوربوريل. داكشي علاش لو فون دو كوميرس راه ما فيش لي زيموبل، يعني مثلا الباتيمون ولا الديور راه ما داخلش في الاصل التجاري. دونك لو فون دو كوميرس اي تان موبل انكوربوريل كي كونستيتي بار لونسومبل دي بيان موبيلي افكتي ا ليكزيرسيس دين او بليزيور اكتيفيتي كوميرسيال. الاصل التجاري هو هذا، يعني هو واحد الشيء منقول غير المادي كيكون لينا كيتكون من لونسومبل ديال لي بيان موبيلي، شي حاجه اللي هي موبيلي ماشي شي حاجه موبيل، اللي هي ضروريه في ليكزيرسيس ديال لاكتيفيتي كومي، ضروريه بالنسبه للنشاط التجاري. دونك غنشوفوا دابا لي زيليمون دو فون دو كوميرس. حيت دابا لو فون دو كوميرس كيتعرف بلي زيليمون ديالو، كنعرفوه بهذوك لي زيليمون اللي كيكونوه. دونك اول حاجه الفون دو كوميرس كيتكون من جوج الاشياء، كيتكون من لي زيليمون كوربوريل شي حاجه اللي هي ملموسه، وشي حاجه اللي هي غير ملموسه. وردوا البال، راه كاين خاصو يكون موبل، شي حاجه اللي هي اي موبل ما كتدخلش في فوند كوميرس. مثلا شركه، راه هذاك الباتيمون فاش كاين الشركه واخا داخل واخا ديالها ما دخلش في الاصل التجاري. الو لي زيليمون كوربوريل، لي زيليمون شي حاجه اللي هي ملموسه كوربوريل ماديه. لي زيليمون كوربوريل سو ريبارتيس اون دو كاتيجوري برينسيبال، كيتكونوا من جوج لي كاتيجوري، كنلقاو الماتيريال اوتياج وكنلقاو المارشانديز. اول حاجه كنلقاو لو ماتيريال اي اوتياج، سي لونسومبل دي بيان موبيلي كوربوريل كي سيرف، هاد المهمه ديال الكلمه كي سيرف دورابلومون ا ليكسبلواتاسيون اي كي دو سو في بريزونت ان ستابيليتي ريال. دونك يعني لونسومبل ديال لي بيان موبيلي كوربوريل، شي حاجه ملموسة أو كوربوريل، شي حاجة ملموسة أو متنقلة، مثلا الآلات الطوموبيلات دي فواتور كراسا إكسيتيرا. دونك أو كنحتاجوها في ليكسبلواتاسيون ديال النشاط التجاري، يعني مثلا واحد القهوة ولا واحد الشركة، هادوك لي ماتيريال أوتياج ديالها، يعني دوك الآلات لي عندها، دوك لي ماشين، دوك لي فيكول، دوك الطوابل، دوك الكراسا، كلشي راه كتسمى ماتيريال أوتياج وضرورية للنشاط التجاري لاكتيفيتي. دونك وكتميز بستابيليتي ريال، حيت هي ايموبيليزي بعبارة اخرى، شي حاجه كتبقى ديما، المهم ستابيليتي ريال، المهم ديما. الو بحالاش بحال لوتياج اندستريال، دوك الالات وداكشي، لي ماتيريال ديكيبمون، لو موبل دو بيرو كيما قلت لكم، كراسا طوابل داكشي، لي موبيليا لي فيكول العربات لي زورديناتور اكسيتيرا، اي سون بليز امبورطون دون لاندستري كو دون لو كوميرس، دون لو كوميرس كو دون لو سيرفيس. يعني هاد الماتيريال الاوتياج هما مهمين بزاف في الاندستري، الشركات الصناعيه، سيتو الالات والفيكول داكشي. اما بالنسبه للكوميرس ماشي مهم، الكوميرس كتلقى غير شي طوابل، شي كراسا، شي اورديناتور، شي حاجه بحال هكا، شي فيكول. وصيف في الكوميرس اكثر من سيرفيس، مثلا الشركات ديال السيرفيس ما كيكونش عندهم بزاف هاد الماتيريال الاوتياج. دونك الاليمون كوربوريل الثاني هما لي مارشانديز. لي مارشانديز راه ماشي لي مارشانديز اللي كتعرفوا نتوما السلعه، المارشانديز راه كيجمع كلشي، المارشانديز راه كيجمع الماتير بروميير، كيجمع لي برودوي فيني، كيجمع المارشانديز اللي كيعرفو. سو سون لي ماتير بروميير ديستيني ا ترونسفورمي
ou les produits et biens destinés à la vente. يعني les marchandises كنقصدوا بهم اول حاجه الماتيير بروميير المواد الاوليه اللي نستعملوهم في الانتاج كنقصدوا بهم لي مارشانديز اللي كنشريوهم كنبيعوهم يعني ديك لي بيان لي برودوي اللي كيتشراو باش يتباعوا وكنقصدوا بهم اوستي لي برودوي اللي كننتجوهم باش نبيعوهم كلشي هادشي داخل في المارشاند دونك هادو هما لي زيليمون كوربوري فيهم ماتيريال اوتياج فيهم لي مارشانديز نشوفوا دابا لي زيليمون انكوربوري شي حاجه غير ملموسه دونك فيهم مجموعه من لي زيليمون اول اليمون كنلقاو هو لا كليونتيل الى شالونداج الزبناء والسمعه لا شالونداج دونك خاصكم تعرفوا بان لا كليونتيل كتعتبر اهم عنصر في فونت كوميرس الاصل التجاري لا كليونتيل دونك سو سون لونسومبل دي كونسوماتور ولا لي كليون نقدر نقولو حتى لي كليون Ce sont l'ensemble des clients ou consommateurs qui sont en relation d'affaires avec le commerçant. La doctrine a parfois tenté de donner un sens à cette distinction. Yani, chnahoma la clientèle ou la chalandage, huma douk zabana ou les consommateurs, les clients, li huma daroriyin l'tijara dial le commerçant, ou l'affaire dial le commerçant, ou dial l'entreprise. Huma chofou, la clientèle ou la chalandage, la tetatabro, élément obligatoire à ce compte le fonds de commerce. Alors, obligatoirement à ce compte le fonds de commerce. Alors, la clientèle, Zubena, est constituée par les clients permanents et fidèles de l'entreprise, en raison de sa compétence ou de son savoir-faire. La clientèle, Zubena, est constituée par Zubena Daimin, ou l'Ouafiyin, Chalika ou le commerce. Nous avons اللي هو وفي لك ديما كيجي يشري عندك ولا ديما كيتعامل معك يعني دائم ووفي يعني الشركه علاش لانه عارف الكومبيتونس ديال الشركه الكفاءه ديالها عارف الخبره ديالها عارف لا كاليتي اللي عندها الوغ بالنسبه لا كليونتيل راه الي واحد الكليون اللي هي غير حقيقي خاصها تكون كليونتيل غير خاصها تكون بيرسونيل ماشي فيرتويال حيت الا كان فيرتويال كتكون لا شالونداج دونك الزبناء هما دوك الكليان الدائمين والحقيقيين للشركه كيتعاملوا معاها باغ كونطخ لا شالونداج السمعه كونسيغ لي كليون دو باساج اتيري بار لامبلونطاسيون دو فونت كوريس يعني لا شالونداج يعني شي واحد غير سامع بك يعني ماشي هو كليان وفي ليك ودائم كيجي كيشري عندك تعرفك انت غير سمع بك كليون دو باساج غير دايز يعني كيجي عندك مره غير سمع بك هذا هو لا شالونداج الوغ لا كليونتي دو اكزيستي هذا كليونتي شي حاجه اللي هي غير ان كليونتي سولمون فيرتيوال او بوتونسييل نو سوري اتر بريز اون كونسيديراسيون كيما قلت لكم راه خاصها تكون غير ماشي شي حاجه اللي هي فيرتيوال ولا شي حاجه اللي هي بوتونسييل لا خصها تكون غير اي بيرسونيل اي ني دونك با سيفيزون دوفرير لي بورت دو ليتابليسمون او بوبليك بور لا كليونتي فاس سون اباريسيون اي لي انديسبونسابل اوسي كو لا ميز اون اكسبلواتاسيون اي افيكتيفمون ديبيتي دونك لا كليونتيل خصها تكون غير خصها تكون بيرمانون خصها تكون بيرسونيل يعني راه لا كليونتيل ماشي شي حاجه اللي هي افتراضيه تقول حنا هاد الشركه ديالنا فتحوا الباب للكليون يدخلوا عندنا صافي راه هادو هما لا كليونتيل نو لا كليونتيل خاصها تكون حاجه تكون غير شي حاجه تكون دائمه ماشي شي حاجه اللي كتكون مره اوسي لا كليونتيل بروبر اوفرون خاصها تكون بيرسونيل يعني خاصها تكون خاصه بداك لو كوميرسو هذيك لونتربريز ماشي شي واحد ديال اخر دونك الفو qu'il soit au titulaire de fonds de commerce, qu'il lui soit rattaché en propre, cette condition n'est pas toujours remplie lorsque la clientèle est dépendante d'une clientèle plus vaste dont elle ne constitue qu'une fraction. C'est le cas lorsqu'on se trouve un centre commercial ou le restaurant installé dans une entreprise plus vaste. يعني الكليونتيل خاصها تكون خاصه بالبروبريتير ديال الفونت كوميرس خاصه بالكوميرسو بلا انتربريز
يعني تكون خاصه بي، يعني دوك يجيو الناس خاصه، يعني ماشي شي واحد حتى شي واحد اخر داكوغ، وجايين لي على حسب لا كاليتي ولا الكومبيتونس ولا سافوار فير ديال لي سيرفيس ولا لي زافير لي كيدير. الوغ اون ساريت ايسي بو هاد البارتي دوجوردي، بقاو لينا زيليمون الاخرين ان شاء الله نشرحوهم في البارتي الجايه. نتمنى انكم استفدتوا من الاكسبليكاسيون، شكرا للمتابعه ديالكم والى اللقاء.